ومن القطاع السياحي إلى القطاع العقاري الذي هو كغيره من القطاعات الموجودة في لبنان تضرر بسبب الأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها البلد، فانخفضت أسعار العقارات بشكل كبير، ومع ذلك فإن قدرة المواطن الشرائية لا تسمح له بالملاك، ما يؤثر بشكل مباشر على بناء حياة أسرية خصوصا مع غلاء الإيجارات أيضا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى. مساء الخير. مساء النور استاذ وليد، يعني وسط كل هذه التحديات ما هو مستقبل قطاع العقارات؟ يعني اول شيء بدي اهنيك على فتح هذا الموضوع، لانه هذا موضوع اساسي ونحن داخلين على انفجار اسكاني سكني، يعني وحلوله صعبه جدا لعدم وجود اي خطه ام اي مرجع يقدر يتعاطى بهذا الموضوع بشكل جدي. اليوم في اذا بدك انقسام تام بالسوق العقاري، بيمثل اذا بدك فئات المجتمع. اليوم عندك سوق ببعض المناطق بشكل محدود قادر، عنده قدره شرائيه مرتبطه بالدولار الامريكاني لانه عنده امواله بالخارج ام عايش بالخارج، وهن اللبنانيين مغتربين برات لبنان يا اللبنانيين المقيمين هون بتأميلهم برا، قادرين يشتروا اذا بدك العقارات. وهون شفنا انه الانخفاض منه فوق 30-35%، وعندنا بمناطق بمعظم المناطق اللبنانيه عدم قدره تامه بالتلاقي بين القدره الشرائيه لهول اللبنانيين وسعر العقار اما كلفه العقار، والفرق كثير كبير مش حتى بالشراء، هون بدنا نحكي كمان مثل ما حضرتك ذكرتي بالايجار. وإذا بتاخذي اليوم تعملي دراسة وتعملوا دراسة وبنصحكم تعملوها، إنه بتشوفوا قد إيه آخر سنتين نزلت نسب الزواج بلبنان، لأنه في استحالة لتأمين مسكن أم منزل، وكل شخص عم بيقدر عم يخلص إيجاره ويطلع من الإيجار عم بينبش على بيت جديد، ما عم بيقدر يلاقي ماتشينج، ما بيكون في إذا بدك تلاقي بين شو عم بينطلب بسعر الشقق وال قدرة شرائية مرتبطة بالمعيش والمدخول بالليرة اللبنانية، أما إذا كان بالدولار، لأنه كمان المعيشات بالدولار اليوم صارت قرش ربع يمكن عن طب هل قرض يعني مصرف الإسكان رح يحرك هذا القطاع؟ يعني شو رأيك بالقرض؟ أنا ما في غير ما أشكر بالقرض وشجع ونوه بكل فرنك أما كل مبادرة بتيجي إذا بدك مثل هيدي، بس أكيد اليوم هذه المبادرة محدودة جدا، يعني هن محددين إنه اليوم هذا القرض سقفه مليار ليرة، يعني عم نحكي قد ايه حسب النهار 30,000 دولار، ما انت بتعرفي كل يوم الدولار شيء وبيفرق من 10 ل 50% يمكن ما بعرف حسب النهار، يعني احسبي 30,000 دولار تقريبا هذا القرض. اليوم هذا بخليك اذا بدك بالريف اللي بده يعمر اذا بدك بيت مع اوضتين ودار وحمام يقدر يعمرهم فوق بيت بيو، يا اذا في شيء شقه سكنيه بناية يمكن تكون أكيد ما عم نحكي شيء جديد تكون مستعملة يقدر يلبي هذا الطلب، سو هيدا ما بيأثر أبدا على القطاع العقاري وعلى السوق العقاري اللي هو هلا بحالة يعني صعبة جدا. نعم. بس بذات الوقت من هال يعني مبادرات مثل هيدي مشكورة وبتقدر يمكن تبلسم الجراح وبتقدر يمكن تخلي هالناس اللي بالريف اليوم يستفيدوا منها. وما تنسى اليوم انت انه القطاع العقاري مرتبط فيه 70 مهنه بشكل مباشر او غير مباشر، يعني اليوم اللي بيعمر بيت صغير فوق بيت اهله بده يجيب مورق وبده يجيب كهرباء وبده يجيب هذا بيشغلهم، بس غير كافي تماما يعني اذا بدك اذا نحن عم نحكي لانعاش القطاع العقاري، ومش مطلوب منه هو اصلا مصرف الاسكان انه ينعش القطاع العقاري، في خطط سكنيه واسكانيه بدها تنعمل على مدى الطويل. نعم، شكرا لك نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى على هذه المعطيات.